مشاهدينا طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حوار الاسبوع، تاتيكم من القاهره عبر شاشه سي ام بي سي عربيه، ومعي انا ياسين الجهري. ضيفنا مشاهدينا في هذه الحلقه هو الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري. دكتور اشرف اهلا ومرحبا بك في سي ام بي سي عربيه. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن لا حديث اليوم في مصر سوى عن رؤيه مصر المستقبليه واستراتيجيه 2030. الرئيس المصري تحدث عن المبادرة ودشنها، هذه المبادرة ولدت هنا في وزارة التخطيط ووضعت الحقيقة أهداف كثيرة جدا، اللي ينظر ليها يعني يتفائل بمستقبل الاقتصاد المصري. أنا عايز أعرف من حضرتك بداية أبرز المحاور وأيضا سبل تنفيذ هذه الاستراتيجية. يعني هو زي ما حضرتك تفضلت، الحقيقة احنا يعني في وزارة التخطيط بدأنا يمكن من مباشرة بعد 30 يونيو 2013 وبعد تشرفي بتولي المسؤولية بعد مع حكومة الدكتور حازم البيبلاوي، بدأنا نفكر كتير جدا، مجموعة كبيرة مش حكوميين، من المجموعة من الخبراء ومن المجتمع المدني ومن القطاع الخاص، بدأنا نفكر ان احنا مصر بقى محتاجين، مصر بتتولد من جديد، مصر لازم يبقى ليها خريطة طريق واضحة واستراتيجية ورؤية واضحة. صحيح. ومستمرة بصرف النظر، وهي يعني هي غير حكومية، وثيقة يعني للمجتمع كله، وثيقة استراتيجية مصر، وبالتالي فكرة الملكية لازم تكون لا تكون مرتبطة بالحكومة، تتغير بتغير الحكومات بالضبط. وبالتالي احنا الحقيقة بدأنا نشتغل بشكل الأول تطوعي وبشكل ورش عمل كده، بدأنا العمل رسميا بداية من يناير 2014، استمر العمل يعني طوال 2014 و2015، وزي ما حضرتك تفضلت تشرفنا الحقيقة بتشريف السيد رئيس الجمهورية شخصيا في والإعلان عن إطلاق هذه الاستراتيجية اللي هي فعلا بتمثل خريطة الطريق لمصر لل 15 سنة القادمة. تفصيلا بقى الأهداف الموضوعة في هذه الاستراتيجية على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي أيضا. يعني هو احنا احنا الحقيقه بدانا كانت في البدايه، وانا زي ما قلت لحضرتك كانت مهمه قوي فكره المشاركه المجتمعيه الواسعه، لان دي كانت نقطه ضعف الحقيقه في الاستراتيجيات والخطط اللي كانت عندنا. استراتيجيات كثيره وكلها لا فكره مع تغير الحكومات وتغير الافراد نبدا نتكلم على حاجه جديده. فاعتقد هذه المره احنا حاولنا جاهدين، واعتقد نجحنا لحد بعيد، ان فكره الاونرشيب والملكيه تبقى لاطراف كثيره جدا مجتمعية حكوميه وغير حكوميه موجودة. بدأنا نقول طب ما هي محاور التنمية المستدامة المختلفة؟ التنمية المستدامة ليها ثلاث أبعاد مختلفة، بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد بيئي. أنا تصفحت جزء من المجلد الخاص بالاستراتيجية، استراتيجية 2030، ولكن الحقيقة أنا ركزت شوية على الجزء الاقتصادي وبعض الأهداف الموضوعة في هذه الاستراتيجية. أولا معدلات النمو المستهدفة في 2030، معدلات نمو بعض القطاعات زي القطاع الصناعي، وأيضا مؤشرات زي البطالة والتضخم إلى غير ذلك. كيف يمكن الوصول لهذه الأهداف، أنك تصبح في 2030 ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم؟ نعم، إحنا يعني مش بس 30 اقتصاد على مستوى العالم، زي ما قلت حضرتك 30 وأحسن زي دولة في مكافحة الفساد، و30 دولة في التنافسية، وأحسن يعني 30 دولة في حجم الاقتصاد وهكذا. لكن زي ما قلت حضرتك احنا يعني بعد ما اتفقنا على الاهداف اتفقنا على مؤشرات قياس الاداء، يعني تحت كل مؤشر كل هدف زي ما حضرتك تقول نبقى من اكبر 30 اقتصاد او من احسن 30 اقتصاد على مستوى العالم من حيث التنافسيه، نبدا نحط اهداف. طيب عايزين ايه بقى في النمو الاقتصادي؟ طب انه على مستوى القطاعات عايزين ايه النمو القطاعي في الصناعه في السياحه في الخدمات في غيرها في الزراعه في غيرها. وبدانا نقول طب ما هي التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف؟ خلاص اتفقنا ان هو ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. طب عندنا تحديات بتواجه هذا الهدف؟ طبعا عندنا تحديات كثيره جدا. فبدانا نحط لسته قائمه كامله بالتحديات اللي موجوده على مواجهه هذا الهدف، محليا ودوليا. وبدانا الفريق اللي اشتغل على هذا الموضوع بداوا يصنفوا هذه التحديات من حيث مدى سهوله او صعوبه مواجهه هذا التحدي. بعض الملفات والتحديات هي ملفات تعتبر شائكه، يعني على مدى سنوات طويلة لم يكن أحد يقترب من هذه الملفات إلى ما بعد 30/6، من ضمنها موضوع الدعم ودعم الطاقة على وجه التحديد. الاستراتيجية حددت هدف إلغاء دعم الطاقة في مدة زمنية محددة، ما هي الخطوات التنفيذية
لإلغاء دعم الطاقة في مصر. هنا خلي يعني عايزين بس برضو نوضح المصطلح. بنتكلم على إلغاء دعم الطاقة، بنتكلم على إلغاء دعم الطاقة للأغنياء وللقادرين، ولكن بيظل في دعم، مش فقط دعم طاقة، ولكن يعني لو حضرتك بصيت بقى في المحور الخاص بالعدالة الاجتماعية هتلاقي في تحت هذا المحور في بعد أو يعني برنامج مهم جدا عن الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة والفئات الأكثر فقرا. وبالتالي لازم تكون وانت بتقول ان انا بشيل الدعم عن الأغنياء والقادرين، انا بزود الدعم، بزود الدعم في صور متعددة نقدا وعينا لغير القادرين والفئات الأكثر. أنا أقصد بتشيله من قطاع الطاقة اللي هو بيستفيد منه غالبا الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة والطبقة الغنية، ليه يصب في صالح فئات اخرى من يعني مثال على كده قطاع ما حذف قطاع الكهرباء. احنا مثلا حطينا وقلنا بشكل واضح ان احنا على 5 سنوات، وسيد وزير الكهرباء والحكومه وسيد رئيس الوزراء في اكثر مناسبه، ان احنا عندنا خطه واضحه جدا بدانا تنفيذها مش من السنه دي، من السنه اللي فاتت الحقيقه، واعلناها بشكل واضح وبدا الخطه دي بشكل واضح. في هذه الخطه، في هذه الخطه ان انا عندي هدف ان انا ما يبقاش عندي دعم للكهرباء الا فقط للشريحتين الافقر في الاستهلاك. وحضرتك لما يعني بتقسم الشرايح وكده، في شريحتين الاولانيين دول الحقيقه شريحتين محتاجين فعلا دعم، وبالتالي ما جيناش جنب الشريحتين دول تحديدا، بل بالعكس السيد رئيس الجمهوريه طالب الحكومه في الموازنه الحاليه، واحنا بنعمل الموازنه الحاليه لهم كمان، قال كمان الشريحه الثالثه. فده يعني امعانا في ان احنا عايزين فعلا نراعي تماما بعد العداله الاجتماعيه في ده. نفس الفكره فيما يتعلق بالمنتجات البتروليه، لازم كلنا نبقى عارفين. وطبعا عندنا برضو فرص، عندنا دلوقتي تراجع اسعار البترول وكده، فعندنا فرص كبيره بس جدا. بس هل موازنه 2016 2017 ستشهد بدء الخطه الخاصه بخفض الدعم؟ احنا بدانا بالفعل. احنا يعني احنا اشتغلنا خلال الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك عارف، رمضان قبل الماضي، وحصل حركه في الاسعار. كمان اشتغلنا بس توقفنا في الموازنه العام الحالي، بس اشتغلنا على لا ما احنا قلنا بشكل واضح لو حضرتك تتذكر برضو في من سنتين، وقلنا ان احنا بنشتغل على منظومه الكروت الذكيه للمنتجات البتروليه، واشتغلنا عليها الحقيقه، قطعنا شوط يعني هائل منها. احنا جاهزين من الناحيه الفنيه في بدء تطبيق هذه المنظومه. ايه اللي مأخر تطبيق هذه المنظومه؟ احنا الحقيقه كان في مراعاه جدا ان احنا عندنا حاجتين، شريحتين كانوا مهمين جدا بالنسبه لنا. الشريحه اللي هي اللي بتملك جرارات، اللي هي صغار الفلاحين، صغار المزارعين اللي عندهم جرارات زراعيه وبيستهلكوا سولار، ودي كان لازم يكون عندهم كمان كروت. احنا عندنا طلعنا كروت لكل اصحاب المركبات، كان عندنا نوعين من المركبات، الجرارات الزراعيه والتوك توك. الاثنين دول تحديدا احنا خلال الفتره اللي فاتت اشتغلنا كتير جدا. احنا هنا مجموعه عمل كبيره، بتكلم باسم مجموعه عمل كبيره جدا من اكتر من وزاره واكتر من جهه، ومعانا الشركه المنفذه، واشتغلنا على المنظومه التوك توك مع التنميه المحليه ومع المحافظات. باذن الله ماشيه بشكل كويس. لو حضرتك يطلع لهم هم كمان كروت، يبقى عندهم كروت. ونفس الفكره بالنسبه للجرارات الزراعيه، احنا شغالين مع وزاره الزراعه والاتصالات وعدد كبير من الوزارات علشان نطلع ما يسمى بكارت الفلاح او كارت الارض، اللي هو هيبقى مربوط في ميكنه حيازه زراعيه واضحه، وبالتالي اقدر احط الدعم كل ما يحصل عليه المزارع من دعم نقدا على هذا الكارت بشكل واضح جدا، وبالتالي بتعالج كتير جدا من التشوهات اللي موجود. طيب دكتور اشرف، انت تعلم انه الاقتصاد المصري عنده بعض المشاكل الهيكليه، زي مثلا عجز الموازنه، والحكومه بتعمل انها تضع خطط لخفض عجز الموازنه، ويمكن الاستراتيجيه ايضا بتتطرق لمساله خفض عجز الموازنه لحد 2030. كيف سيتم خفض هذا العجز؟ وفي نفس الوقت ازاي ممكن الحكومه تستطيع ان توفر تمويل لازم لتغطيه هذا العجز؟ يعني على صعيدين، الحقيقه العجز الموازنه زي ما حضرتك بتقول هو الحقيقه واحد من اهم التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري بشكل عام. لما نتكلم على عجز للناتج بتشكل ما يقرب من 13% او احيانا اكثر من 13% او حوالين ال 13%، ده رقم الحقيقه كبير جدا. يعني احنا زي ما حضرتك بتقول، احنا في الاستراتيجيه بنتكلم على 5% عجز للناتج المحلي الاجمالي، وده في حاله دوله زي مصر اعتقد دي يعني ده المعدلات المقبوله جدا والجيده جدا بالنسبه لنا لو حققناها.
لكن عشان توصل ده لازم تتحرك على محورين، محور ايرادات ومحور مصروفات بشكل واضح. حضرتك لما تشوف المحور الايرادات فبتلاقي الايرادات الضريبيه بتشكل ما لا يقل عن 70% من اجمالي ايرادات الدوله، وبالتالي فكره انك توسع القاعده الضريبيه وتعمل مزيد من العداله الضريبيه، واعتقد ضريبه القيمه المضافه برضو من الحاجات المهمه جدا اللي احنا داخلين بيها في البرنامج الحكومه وفي خطه والموازنه القادمه باذن الله، وهي موجوده اوريدي والقانون موجود في مجلس النواب. ومره ثانيه فكره العداله الاجتماعيه انك انت بتراعي انك تتوسع القاعده التلازم بينها وبين التلازم، انك انت قلت الادي قلت ان انت بتستبعد وبتستثني كل السلع الغذائيه الضروريه اللي بيستهلكها الفقراء وغير القادرين. رفعنا حد التسجيل في هذه الضريبه بشكل كبير جدا علشان صغار الناس اللي عندهم كشك واللي عنده كذا واللي عنده الحاجات اللي هي الناس البسيطه دي كمان ما تبقاش معرضه لزياده العبء الضريبي عليها. وبالتالي اعطاء كل الخدمات الخاصه بالتعليم والصحه، فدي خدمات اساسيه جدا بالنسبه للمواطنين، برضه موجود مش موجود. فانت بتحط الضريبه وبتحط قصادها وبتعمل اصلاح ضريبي شامل. الحاجة الثانية على الجانب الآخر هو جانب الإنفاق. جانب الإنفاق حضرتك بتشوف الثلاث بنود الرئيسية اللي بننفق عليهم كل إنفاقنا، هو الأجور والدعم والفوائد، تلت الموازنة طبعا يعني بيبقى هامش بسيط جدا، ما عندناش حيز مالي نقدر نشتغل عليه عشان تحقق بقى كمان الاستحقاقات الدستورية، ونقول إن احنا بنصرف 10% على الأقل على التعليم والصحة والبحث العلمي، اللي هي الحاجات المجالات اللي هي هتعمل نقلة كبيرة جدا لمصر واللي احنا مقتنعين بيها كلنا جدا. لكن انت في الاخر بيبقى عندك حتميات بتبقى موجوده في الموازنه فيما يتعلق بالاجور والدعم والفوائد. طبعا الفوائد بتحصل مباشره كل ما انت يعني كل ما انت طبعا الفوائد اكبر باب بيزيد، ومعدلات الزياده بتاعته مرتفعه جدا في السنتين الاخيرتين والسنه يعني بشكل واضح جدا، وده جرس انذار قوي جدا جدا. بالتالي معالجتك لعجز الموازنه ومن ثم الدين العام سواء الداخلي او الخارجي على طول بينعكس ايجابا على خفض فاتوره الفوائد اللي في الموازنه، وبالتالي انك انت بيتحسن التصنيف الائتماني بتاعك، وبالتالي كل ده بيخفف من تكلفه الدين بشكل كبير جدا، وبالتالي الفوائد تقل. طيب 30 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره بحلول 2030 هدف طموح جدا. خليني اسال حضرتك كيف سيتم تنفيذه، ولكن اسمع منك الاجابه بعد الفاصل. مشاهدينا سنذهب الى فاصل وبعده نعود لنواصل هذه الحلقه من حوار الاسبوع مع الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري. نراكم بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل هذه الحلقه من حوار الاسبوع مع وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري الدكتور اشرف العربي. دكتور اشرف اهلا بك من جديد. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن قبل الفاصل تحدثنا عن عدد كبير من محاور استراتيجيه مصر 2030، ولكن العنصر المهم جدا لتنفيذ هذه الاستراتيجيه هو الاستثمارات الاجنبيه المباشره، ان انت تستطيع جذب هذه الاستثمارات. ما هي الاليه الموضوعه والخطط اللي وضعتها الحكومه حتى تستطيع جذب هذه الاستثمارات؟ احنا الحقيقه يعني زي ما حضرتك تفضلت، الحقيقه تحدي رئيسي هو انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الاستثمار ومعدلات الادخار في مصر بشكل كبير. معدل الاستثمار حاليا بحدود ال 14% من الناتج المحلي الاجمالي، ده معدل استثمار منخفض للغايه. احنا مصر قبل 2008 قبل الازمه العالميه في 2008 كنا حققنا 22% معدل استثمار كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي. الدول اللي عملت قفزات الحقيقه تجاوزت معدلات الاستثمار فيها 30% و35%. انت عشان توصل ل 10% نمو محتاج استثمارات قد ايه؟ انت محتاج ترجع تاني بشكل كبير جدا، معدلات الاستثمار تقترب من تتجاوز ال 25% كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي، وتقترب من حدود 30% من الناتج المحلي الاجمالي. ده اللي انت محتاجه عشان تتجاوز توصل لمعدلات، طبعا بترتبط بكفاءه الاستثمار وتوجيه واولويات الاستثمار وكده، ولكن مش عايز تقل عن 25% معدل استثمار كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي. ده تحدي كبير خصوصا في ظل ان مصر دوله ذات دخل متوسط ادنى، وبالتالي هي دوله الاستهلاك فيها الحقيقه يعني عالي كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي معدلات الادخار
منخفضه عموما. فعشان كده احنا بنقول ان احنا عندنا هدف طموح ان احنا نوصل ب 30 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره. احنا عندنا الهدف السنه دي في الخطه في الموازنه السنه دي 10 مليار دولار استثمارات اجنبيه مباشره. مش بس بنتكلم على تقريبا تحقق منهم قد ايه في النصف الاول؟ لا احنا الحقيقه لسه ما عندناش البيانات النصف الاول اكتملت، لكن انا مطمن لتنفيذ ده، لان الفكره ان اغلب هذه الاستثمارات بتتم في قطاعات الطاقه، قطاع الطاقة بترول. سواء استخراج بترول أو غاز أو في مجال الكهرباء. طب هي دايما بتدخل في الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن على الأرض يعني الاستثمارات غير البترولية نسبتها هو ده تقريبا هو ده التحدي. عشان كده بقول لحضرتك ان انا ما بتكلمش بس في ال 30 مليار دولار كقيمه، لكن في الهيكل نفسه توزيع بتاعهم الاجنبي المباشر. انا عايز اركز اكتر على القطاعات اللي هي الصناعه والزراعه والخدمات واللوجستيات وطبعا السياحه من ضمنها، بحيث ان احنا نقدر ننوع ونتنقل لان الهيكل يكون كمان متجه اكتر للقطاعات غير البتروليه. فاحنا عشان نوصل للهدف ده بشكل واضح جدا، احنا اولا عندنا معترفين من الاول كده ان احنا مش افضل بيئه للاستثمار، ومش بيئه ممكن تكون في احيان كثيره في تصنيفنا كمؤشرات في سهوله اداء الاعمال. انت تتحدث بلسان كثير من المستثمرين يعني. طبعا والدوينج بزنس. وعلى فكره احنا يعني شغالين في هذا الموضوع مع السيد وزير الاستثمار في مجموعه عمل شكلها السيد رئيس الوزراء، بحيث ان احنا بنجتهد بشكل كبير جدا ان احنا نبسط خالص اجراءات الاستثمار. كلنا عارفين ان في تعقيدات في بيروقراطيه، نحسن مناخ الاستثمار، تحط بيئه تشريعيه مناسبه، نبتدي في اجنده تشريعيه الحكومه تتكلم عنها وموجوده ضمن برنامج عملها خلال الفتره اللي هتعرض على البرلمان باذن الله. انت تجيب استثمارات ب 30 مليار دولار وفي المقابل تخفض نسبه الاقتراض والديون، وانت يمكن قبل الفصل كنت بتتحدث عن نسبه خدمه الدين المرتفعه جدا في الموازنه. ايه الخطه الموضوعه لتقليل معدل الدين العام سواء الدين الداخلي وايضا الدين الخارجي اللي بدا يتزايد في الفتره الاخيره؟ يعني هي زي ما حضرتك هي نقطه البدايه هي العجز، لان الدين هو في الاخر هو الرصيد صحيح. المتراكم من العجز اللي بيحصل، العجز السنوي ده هو اكثر من 90% من الناتج المحلي. طبعا ممكن ويعني بيقرب، ممكن تجاوز ال 95% وبيقرب من ال 100%. يعني عندنا معدلات زياده في الدين العام سواء الداخلي او الخارجي مش صحيح. الخارجي احنا لسه في المستويات المقبوله جدا والامانه، لكن مقارنه بدول كثيره لكن احنا صحيح. كمان عندنا مشكله دين عام كبير ودين داخلي، دين داخلي كبير. الدين الداخلي كمان خطورته ان هو بيعمل ما يسمى في الاقتصاد الكراودنج اوت، اللي بيعمل مزاحمه يعني بدل ما البنك بدل ما المصرفي يدي للقطاع الخاص عشان يعمل شغله بيستسهل وبيدي للحكومه علشان البنوك بتحصل على فايده مرتفعه طبعا من الحكومه. تاثيرها سلبي ومزدوج يعني وخطير جدا. وبالتالي النقطة البداية هي انك انت تقفل زي ما بيقولوا الحنفية، يعني هو الدين ده عمال يزيد ليه؟ عشان العجز هو الحنفية. فانت عايز تقفل الحنفية او يعني تخفض شوية السرعة بتاعتها. فعشان كده تحاول تسيطر على العجز وتقول ان انا عايز انزل من 10 من 12 و13 ل 8 و5 وحاجات كده. الدين العام كله ينخفض لقد ايه في غضون 15 عام؟ الدين العام انت مهم جدا انك انت تقلل نسب الزياده فيه، يعني خلينا نقول مش توقف الزياده او يعني يتثبته يتخلي معدلات الزياده فيه بسيطه جدا. طبعا نجحت ان هو تحوله ان هو يبقى معدل سالب في الزياده يبقى شيء هايل جدا، لكن مجرد ان الناتج بيزيد والدين ثابت او الدين بيزيد بنسبه اقل بكتير، فبالتالي نسبه الدين وده المؤشر الاهم. يعني مش بنتكلم على قيمه الدين على قد ما انت الدخل بتاعك، زي ما بيبقى واحد على المستوى الشخصي مديون صحيح. بس مديونه بيسدد وعنده دخل بيخليه يقدر يسدد، ما عندوش مشكله كبيره، لكن المشكله ان هو الدين يكبر وانت ما عندكش دخل كفايه. فبالتالي انت لازم تشتغل على المحور اللي هو خاص بزياده النمو الاقتصادي، تحسين الدخل بتاع البلد، فهو ده اللي يخلي العجز او الدين للناتج يقل. فزي ما بقول لحضرتك الاليات اساسا بتبدا بفكره العجز، هو ده اللي هتسيطر من خلاله على حجم الدين العام. طيب خلينا نسال حضرتك على مؤشرات الاقتصاد الكلي. انت قلت لي انه مؤشرات النصف الاول من الموازنه الحاليه لم تظهر بعد، ولكن الموازنه القادمه بالفعل بدا الاعداد ليها، ايه المستهدف فيها سواء من حيث معدل النمو وايضا عجز الموازنه؟ المؤشرات بتقول ان احنا هنحقق معدل نمو في هذا النصف من العام اقل من 4%. وبالتالي انت عندك تحدي كبير انك انت تقدر توصل حتى لل 4.5% معدل نمو السنه الحاليه 2015 2016 اللي تخلص في يونيو القادم.
وبالتالي ده خلانا نراجع، وده اجراء روتيني جدا جدا يعني، سواء في التخطيط او في الماليه او في المجموعه الاقتصاديه او في الحكومه، دايما بنراجع في ضوء المؤشرات لاعلى او للخفض. طبعا في حصل احداث كتير، حضرتك عارف طبعا قطاع السياحه تحديدا قطاع تاثر بشكل كبير جدا، الحمد لله قطاع التشييد والبناء اشتغل كويس وهو عوض بشكل كبير، لكن كمان عندنا قطاع الصناعه التحويليه بسبب برضه موضوع الدولار وموضوع التحديات اخرى، موضوع الغاز في فتره في الاول، وبالتالي يعني حصل في تحدي في النمو الصناعي الصناعه التحويليه تحديدا في النص الاول، فبالتالي رجعنا وبقينا بنتكلم على رينج 4 الى 4.5% خلال العام الحالي معدل النمو الاقتصادي. تمام، ده بقى التعديل المستهدف يعني. وبالتالي المستهدف بالظبط، وبالتالي المستهدف للسنه الجديده طبعا احنا نتجاوز مره ثانيه حاجز ال 5%، ده هيبقى نجاح كبير في 16 يعني. انا الحكومه بتقلص توقعاتها للنمو من 5 الى 4.5 او 4.16 بالظبط يعني، ده للعام الحالي، لكن احنا مستهدفين للسنه الجديده ان شاء الله باذن الله يتجاوز ال 5% معدل النمو الاقتصادي. نرجع بقى، ودي بالمناسبه هي يعني معدلات النمو الطبيعيه للاقتصاد المصري، حضرتك رجعت بالسلسله كده 30 40 سنه هتلاقي انك انت بتتكلم دايما في رينج ال 4 5% معدل النمو، ده العادي صح، عملت مره 6 مره سنتين ورا بعض 7 او وصلت ل 7% او كده، لكن انت الترند بتاعك على مدى زمني اطول بتلاقي انك انت ده الرينج اللي هو اللي احنا واقعين فيه. احنا عايزين نتحرك لرينج بقى 6 الى 8 تكسر حاجز الخمسه وتعدل 6 الى 8% على الاقل في الثلاث سنوات لحد 2020، ثم نبدا نتحرك بقى من 2020 ل 2030 لمعدلات النمو اللي هي تبدا تتجاوز ال 10% اللي هو الدبل ديجيت بقى يعني معدل النمو، وبالتالي تقدر توصل في نهايه 2030 لرقم 12% او يتجاوز 12%، وده تقدر تحققه الحقيقه بشكل واضح. بعض القطاعات يا دكتور يمكن زي ما حضرتك تحدثت تأثرت بأزمة سعر الصرف وعدم توفر الدولار، من وجهة نظرك إلى أي مدى هذه الأزمة أثرت بشكل عام على الاقتصاد خلال هذه الفترة، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا التأثير ربما خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي؟ لا طبعا تحدي يعني، تحدي مؤكد يعني، موضوع الاحتياطي الاحتياط من النقد الأجنبي وتأثيرها طبعا على سعر صرف العملة المحلية والوطنية والدولار أو العملات الأجنبية عموما، طبعا ده تحدي ما فيش كلام. طبعا كل حاجة احنا اتعلمنا في الاقتصاد وكنا بندرس في الاقتصاد ان كل حاجة الاقتصاد في يعني كل حاجه ليها تكلفه، كل قرار اقتصادي ليه تكلفه، مفيش قرار اقتصادي كده هيحقق كل حاجه. فممكن جدا في مثلا مدرسه بتقول لا حرر سعر الصرف واطلع وخلاص وانهي الموضوع دوت، دي 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 مدرسه لكن ليها تكلفه، وتكلفه يعني مش سهله، وبالتالي لازم تكون محسوبه كويس قوي. طب خلينا لحضرتك بس بعض ما يقوله المستثمرين، يعني بعض المستثمرين يقولوا احنا عايزين ندخل مصر وعايزين نضخ استثمارات في مصر في الوقت الحالي، ولكن ازاي احط استثمارات في الدوله، استثمارات دولاريه اليوم، ثم غدا اكتشف انه سعر الصرف بينخفض وبخسر جزء من هذه الاستثمارات قبل ان ابدا حتى العمل. طبعا يعني شوف زي ما بقول لحضرتك، هو طبعا استقرار سعر الصرف ده واحد من اهم عوامل جذب، زي استقرار السياسه الضريبيه يعني. الاستقرار عموما هو ده اللي بيخلي القطاع الخاص بيبقى مقبل اكتر على الاستثمار. لكن عايز اقول برضو ان احنا في يعني كاي حد بيستثمر النهارده هو بيحط عامل يعني في ريسك فاكتور، في عامل مخاطره في الموضوع، بيقول مثلا والله انا مثلا بشتغل النهارده الدولار بكذا، وممكن جدا بعد ما اعمل البيزنس بتاعي يزيد الدولار مقابل الجنيه، وده وارد جدا، وده بيعمل حساباته على هذا وتسعيره وكل حاجه وتكلفته بتتحسب على هذا الاساس. لكن انا مع 100% اللي حضرتك بتقوله واللي المستثمرين بيقولوه، وعايز يعني اطمن حضراتكم جميعا ان ده يعني محل مناقشه مستمره على الاجنده في المجموعه الاقتصاديه، وطبعا في اللجنه التنسيقيه المجلس التنسيقي بين مع السيد محافظ البنك المركزي برئاسه السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الماليه ومجموعه من الساده الوزراء موجوده، علشان تقدر يعني كمان تضع زي ما بقول لحضرتك، المهم جدا انك انت ما تنظرش الموضوع في اطار يعني منفرد، انك تقول ان انا هاخد مثلا سعر الصرف وده مشكله وبالتالي حله ان انا
حرر سعر السهم، لازم احط باكج حزمه متكامله من الاجراءات، علشان كمان زي ما بقول لحضرتك دايما لازم يبقى عينك على العداله الاجتماعيه وعلى التاثيرات الاجتماعيه اللي ممكن تنجم عن مثل هذه الاجراءات، وبالتالي لازم تبقى الحسبه كلها متكامله، ولما تاخد القرار تقدر تدافع عنه وتقدر توصل بيه. سؤالي الاخير، صندوق املاك، متى يتم اصدار هذا الصندوق؟ احنا الحقيقه احنا يعني في يعني مناقشات مستمره، احنا اخرها كان امبارح كمان في المجموعه الاقتصاديه. نتكلم على صندوق سيادي مصري. نعم. يعني صندوق راس ماله تقريبا 5 مليار جنيه. نعم. احنا اجراءات التاسيس بالفعل واخرها قرار بالامس فقط من المجموعه الاقتصاديه السيد رئيس الوزراء ببدء تاسيس الصندوق، وبالفعل في زي ما قلت حضرتك ان في 5 مليار جنيه موجودين ومرصودين في من الموازنه العامه للدوله. العامه للدوله والدوله، فهنبدا على طول اجراءات التاسيس، وبنتمنى ان شاء الله مع انتهاء الدراسه تكون الصندوق نفسه ككيان تم تاسيسه، وبالتالي ان شاء الله نبدا تفعيله بشكل كبير جدا يعني الشهر او شهرين الاخر من السنه الماليه او مع بدايه السنه الماليه الجديده باذن الله. دكتور اشرف، انا بشكرك كل الشكر على هذا اللقاء. شكرا يا فندم، شرفتنا. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من حوار الاسبوع، جاءتكم من القاهره وكان ضيفنا فيها دكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري. الى ان نراكم في حلقه قادمه، في امان الله.